السلام عليكم، شحويلكم، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد ايام الناس الكل. فيديو اليوم ان شاء الله يا ربي هكا يكون في دارنا باش نتلموا عائله كامله، باش نفطروا مع بعضنا فطور صيفي ومن بعد باش نخرجوا. خليكم معانا حاسينوا في الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم هكا ويكون خفيف وظريف. اي خليكم توا ونتقابلوا من بعد كيف نخرجوا ان شاء الله. عليه فطورنا اليوم سردينه اهريسه يم يا عمه شكشوكه وخبز وين الرجيف. بحذايا بنت خويا اليوم من طايفين باش نعملوا دوره من بعد نحوسوا. حاسين هذايا هو اليوم فطورنا. يا سلام سلم. هاي احلى سردينه من يدي خيريه الغاليه. يا بنت خويا تعرفوها ديجا، حاسين بعد ما فطرنا لينا السردينه لينا شبعنا. شربنا كويس تو باش نخرجوا نعملوا دوره في بلاد العربي هكا ونصور لكم مع الاجواء سوسه ان شاء الله. هاي هيكم معايا وانطلقنا. عسلمة. أي البلاد العربي وجو بلاد العربي رغم اللي الدنيا سخونة أما ما يسالش ما يسالش. شايف القاعدة في الدار والله. كون نحب شيبس. أجواء أحلى أجواء والله أحلى. أنا نستمتع كي نمشي بلاد العربي نحسها براحة. صور لكم سوسة هكا في الثنية. أنت حبيبي بونبون. وندور لكم الكاميرا. انطلقنا. يعني هكا المايوات هذا ما مش خايبين راه. اما عرفتي ذيك اللي تاع القهوه تحب تاخذ وحده قديش هذيا؟ تحب تاخذها اخو انا كنتين كما تحب تعرفها هذه تعرفها نيني نيني انا سيلو كنا في السوق نصب ما شاء الله. كل شيء هي أزقة بلاد العربي.
هذه الوكالة برشا تسألوا فيها على الفخار، الفخار في البلاد العربي في الوكالة هذه موجودة هكا بحثة وين زنيتي طرابلسي موجود معناه معروفة البلاصة قول الوكالة. تردوا بالكم لهنا باش ما يتكسر حتى شيء، تردوا بالكم هكا تمشيوا هكا خاطر السحونة كل في القاع. واو شو محليه هاو سربيس الخلة. ديما نجي لهنا ونشري أنا الحقيقة، ها؟ إي نشري منا أنا ديما، خد بالك دنيا. الدنيا ما تنسش هيا، هذايا ما نحبوش الحقيقة، الأحمر ما يعجبنيش، كل واحد وذوقه بالطبيعة، محليهم هاذم، هو هذاك هو اللي يمشي، باش نستشيرو البنات ونوريهم. عندنا حايرين بين السربيس هذا مزيان كاري. وبين السربيس هذا اما رصعت لها خذيت هذا ومعاه شقاله معاه خمسه ومعاهم القمصان والكساء كيما هكا اما في اللون السربيس. حاسيلو ديما تختار حسب انت شنو تحب، حتى السحونه يعطيك حسب ما تحب، معناه مش لازم سربيس كامل كامل. دي هي هكا هاو هاو سربيس قهوه زيده بارك الله ما شاء الله. دنيا محليها محليك دنيا. عايشة لنا التحويسة متاعنا وتوا مروحين أكاو أحلى تحويسة والله. هنا وصلنا لكازا او شو تدخل التواء تاسع
الرجيم يا سندس الرجيم معروفة كذا بالكلاس متاعها راه مريم الرجيم طلعنا لفوق ها كملنا احنا توا القاعده متاعنا ومروحين نشدو ثنيه توا كهو مغرب قريب يبدا وهذا يا سيدي النهار الثاني النهار الثاني كيما تعرفوا سنه هجريه الناس الطيب كسكسي الناس الطيب ملوخيه كل بلاد ورتالها وهذه عاده كيكة عاده ورثناها معناها وبرا فقط اللي احنا نستقبلوا عامنا بالاخضر من عند طيب ملوخيه ونطيبوا كسكسي بالقديد حسيلو اني الحقيقه ما نعرفش في الايامات كل واحد وش يقول لي المهم عندي الحب أي قلت نعمل اليوم ملوخية محبوبة الجماهير مع العلم اللي ولادي راهو ما ياكلوش كسكسي بالقديد هكاك زينة وبرا وساعات هكا واحد يشتهي أي قلت نعمل لهم الحاجة اللي يحبوها الملوخية تعرفوها وقسمت الفيديو بتاع اليوم على نهاري أي نهاري التحويسة في بلاد العربي ونهاير الثاني باش نعملو في المول مع صاحبتي معناها نهاء فيديو كله تحويس المهم الملوخيه كما قلت لكم تعرفوها باذن الله الفيديو الاصلي اللي تحب تتعلم واللي تحب تعرف طريقه تحضير الملوخيه نحط لها اكيد الرابط في صندوق الوصف تتفرج هكايا عليه كامل مكمل احنا نقولوا اميني راهو ديما طريقتي سهله انا ديما نحل الملوخيه نتاعي في الزيت البارد نحط الزيت نحط 6 مغارف هكاك كبار مليانين ملوخيه نحلها في البارد قبل ما نحل عليها النار ومن بعد نشعل عليها النار ونبدا نقلي فيها ونزيد في شويه ماء سخون يزم ما يغلي 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 وهكاك لين يلله يقر زيتها هو يقر زيتها تبدا كل الحيمات اللي انت عاد مفوحتهم البارح مفوحتهم بالتابل والثوم نعمل برشا ثوم نحط راس كبيره كي مليان بطبيعه كما تعرفوا ما نحطش بصل نحط زيد شويه فلفل احمر شويه فلفل اكحل ونخلط هالخليط هذاك الكل مليح مليح في وسط اللحم وفما زيد يحط مغرفه صغيره طماطم معجونه فما اللي ما يحط الجمله راه المهم اللحم بصفة عامة معناها يتفوح قبل بليلة باش تجيك الملوخية متاعك بنينة 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 وحويجة نوصيكم عليها ديما يديكم متتنحاش راهو من المغرفة راهو ديما تحرك كان لصقت في الطنجرة راهي ماشي باهية توليكم فهمتو حاولوا معناها توسعوا بالكم من لولو برا حسيلو هو يقر زيت هاك الملوخية متاعنا هكا ولا زيت يطفطف من الفوق وانتي حط الحيمات متاعك اني هكا نطيبها في ساعة في ساعة على السريع حسيلو تو باش نخرج ونعملو جولتنا المزيانة في المول صحابي اني تو خارجة جيت بحثة صاحبتي تو باش نمشيو للمول نعملو هكا تحويسة نتفرهدو ونعملو قهوة زيدة نشوفوا عاد اش فما في المول حاجة جديدة نصورها لكم بإذن الله بهي خليكم معايا خلنا نعملو دورة وهيكم معايا ان شاء الله وان شاء الله بكل الفيديو هكا يعجبكم اني رضاكم باي هاي نمشي Thank you.
فورماليتي محليح. ترى وري اللبسة يا خدو، شوفوا هذه تونيك كاملها السروي 69 بكلها. شوفوا محليه هذه، حق منظرها يهبل ياسر ياسر، مزيانين ذوق ياسر، تحفو ياسر كلاس. شوفوا محليه بكوسا هذه محليهم. اسمح ليهم شوف، شوفوا محلي برشا هسه كلاس برشا برشا. شفتوا كل